دكتورة هالة سرحان هتكون معانا بنجاوب، لان بعض الناس بتحب تقول ايه السبب حصل ايه. وطبعا دكتوره هاله سرحان واضح انها مثيره للجدل، تحضر تثير جدل، تغيب تثير جدل. لكن عشان اكد لكم الحقيقه اللي بقولها دلوقتي، اعتقد هسمعكم صوتها وهتقول لكم جايه امتى. هي بكره ان شاء الله معاكم على الشاشه. مساء الخير دكتوره هاله. مساء الخير. مساء النور. اهلا استاذ نصر. انا كان لازم اوضح في الاول لانه ما ينفعش ان انا اطلع مكانك، كل الدنيا هتسأل أكيد فين الدكتورة هالة. لا، ما انت عارف ان انت قدها وقدود، وانت أستاذ وصحفي كبير، وانا سعيدة بزمالتك وصداقتك ووجودك معانا في البرنامج. بس والحقيقة انت عارف طبعا ان انا هنا في اجتماع عمل. يعني هي واضح ان حضرتك في اجتماعات بقالك 13 ساعة ما بترديش بصعوبة. تقريبا. يعني واضح انها اجتماعات متتالية ورا بعضها. ايوه بالتوفيق. أيوة. بالتوفيق ان شاء الله. طب انا عايز اقول لك استقبلتي. أيوة. ازاي بقى النهارده خبر المحكمه الاداريه العليا اللي فاجئونا بيه قبل ساعتين ثلاثه حوالين مجلس الشعب وانعدام وجوده، اللي هو يعني عدم اللي هو انعدام وجود مجلس الشعب وتأييد حكم الدستوريه العليا، حكم المحكمه الدستوريه. اعتقد ان ده يثبت ان احنا في دوله قانون ودوله مؤسسات، وان هناك استقلال للقضاء، وانه هناك احترام لمكانه المحكمه الدستوريه العليا اللي هي على قمه القضاء في جمهوريه مصر العربيه، وان بعدها يعني بعد حكمها لا يمكن ابدا ان يتم الطعن عليه كما ينص القانون. يعني انا سعيده لانه انا اعتقد ان احترام القانون وسياده القانون هي اولى خطوات الديمقراطيه الصحيحه، واولى خطوات الدوله التي تحترم مواطنيها باحترامها لقوانينها. والحقيقه انا سعيدة جدا يعني لان فكره احترام وسياده القانون فكره اساسيه لتقدم وتطور الشعوب، واعتقد ان مصر ان شاء الله بتضع يعني اول خطوات احترام وسياده القانون في عهد جديد وفي زمن جديد. دكتوره هلا، اول ما نزلتي بقى في مطار الرياض اكيد الناس قلقانه. أيوة. فبيسالوكي هو في ايه؟ مصر خير ولا ما بتسمعيش الاسئله دي؟ لا طبعا، كل الناس بتسالني بتقول لي ايه الاخبار في مصر، عاملين ايه. الحقيقه احنا كلنا مهمومين في مصر وقلقانين ونبحث عن الاستقرار، ونبحث عن ان مصر تستعيد مكانتها الرياديه في العالم العربي وفي الشرق الاوسط. واحنا طبعا الايام الاخيره بما شاهدنا من حادث رفح وثم مأساة الفيلم البذيء والمظاهرات والاحتجاجات التي يعني نشأت وتطورت، هناك قلق في قلب كل مصري وكل عربي عما يحدث في مصر. احنا في مرحلة انتقالية، ومرحلة انتقالية هامة جدا، وعشان كده انا يعني هأكد عليك واتمنى ان كل مواطن مصري مخلص ان احنا دلوقتي ننسى كل الترهات وكل الافلام الهندي اللي عماله تطلع لنا في حياتنا من حكايات غريبه وقصص وتنويعات على الهاء للشعب المصري، ونركز في الدستور وصيتك الدستور. لا وصيتك دكتوره هلا انت الدستور. كلنا لازم نركز دلوقتي.